وذكرت في المباحث السابقة في المقدمات، ثم تكلمت على علم الكلام وعلوم القرآن علاقة وإعمالا، وتكلمت على علم الكلام وأصول الفقه، علم الكلام والحديث. الآن هذا الفصل أتكلم فيه عن علم الكلام والإيمان. ذكرت أنا في المقدمات أن علم الإيمان حقيقة أطلقنا عليه هذا الاسم استعمالا مجازيا، سميناه علم الكلام، لأن فلان يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وحقيقة هم يتكلمون عن معتقداتهم وعن أصولهم وعن قواعدهم. علم الإيمان حقيقة جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي جاء بمسائل كوجود الله سبحانه وتعالى، وأنه قديم وأنه باق وأنه مستغن عن كل ما سواه، وأنه واحد عالم مريد قادر سميع بصير متكلم حي ليس كمثله شيء. يعني هذه المسائل بالاختصار، والنبي صلى الله عليه وسلم دلل على هذه المسائل، قال هذه دليلها كذا، هذه دليلها كذا، هذه دليلها كذا، والأدلة موجودة في كتاب الله عن قدرة الله وسمعه وبصره ووجوده وحياته وإلى ما يتبع ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بين مرتبة الخلاف في مسائل الدين عموما، وما ظهر من حياة الصحابة رضي الله عنهم. لأن النبي عندما قال تفترق أمتي على 70 شعبة كلها في النار إلا واحدة، علمنا أن من الفرقة من الخلاف ما يوجب النار. ولما قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجران، علمنا أن من الخلاف ما فيه أجر. فإذا هناك مسائل يجتهد فيها الإنسان ويؤجر إذا أخطأ، وإذا أصاب له أجر، وفي مسائل إذا أخطأ فيها هذه توجب له النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين مرتبة المسائل، وهذا ظاهر في حياة الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يخطئون ويصحح بعضهم لبعض، ولكن هناك مسائل كان من أخطأ فيها، لما أخطأ الخوارج رد عليهم علي رضي الله عنه وقال عنهم أبو موسى الأشعري كلاب أهل النار، ولما أخطأ القدرية كذلك الأمر ابن عمر رد عليهم، وكذلك التابعين. ففهمنا من هذا المنهج أن هناك مسائل فيها تكفير، مسائل فيها تبديع، مسائل فيها تخطيئ، مسائل فيها هذه كبيرة هذه صغيرة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا ما اجتنبت الكبائر، إذن هناك فيه صغائر وهناك كبائر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بمنهج مسائل الإيمان، وضح هذه المسائل، كان إذا سئل عن مسألة يوضح هذه المسألة. لما سأل الرجل الصحابي قال ربك من حديد، ربك من ذهب، ربك من خشب، نزلت هذه الآية موضحة أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالنبي كان يعني أتى بهذه المسائل وبين أدلة هذه المسائل وبين مرتبة المسائل وأحكام هذه المسائل. لما قال كلها في النار إلا واحدة، لكن هناك ماذا قال؟ إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجران، وإذا أصاب فله أجر. والنبي كان يرد الشبه عن هذه المسائل. النبي عندما جاء بالدين لم يسلم له الناس، فنازعه اليهود، نازعه النصارى، نازعه المجوس، نازعه الملاحدة، نازعه المشركون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع الشبه عن هذه المسائل، وهذا واضح في علم التوحيد، علم الإيمان الذي سميناه علم الكلام. الآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم حصل خلاف في مسائل من جهة
تفسير هذه المسائل، تأويل هذه المسائل، بيان هذه المسائل. فالمعتزلة نفت قيام هذه الصفات بالذات، وقالوا يلزم منه تعدد القدماء، والعلماء ردوا عليهم، قالوا نحن نقول بذات واحدة متعددة الصفات، وهذه الصفات قائمة بالذات، وإذا لم نقل بذلك يلزم من ذلك التعطيل. هذا بالإيجاز في الرسالة إن شاء الله سيكون الكلام بالتفصيل أكثر. المجسمة قالوا بتكثر ذات الله، أثبتوا أن الله سبحانه وتعالى متجزئ، وقالوا إذا أثبتنا هذا، هذا هو الكمال، لأنها جاءت النصوص بذلك. وإذا نفينا هذا عن الله، يعني عطلنا صفات الله سبحانه وتعالى. كذلك بالنسبة للصفات، نحن قلنا مثلا قدرة الله سبحانه وتعالى عامة التعلق بالحوادث، الله خالق كل شيء، خصصت المعتزلة وقالوا بأن العبد يخلق أفعال نفسه، وقالوا بالقوة المودعة وإلى ما يتبع ذلك. نحن قلنا تحت قواعد بأن هذه الأشياء أو هذه الأسباب النتائج التي تترتب عليها الله يخلقها، وقلنا هذه مسألة من مسائل التلازم العادي. وحصلت المشاكل بيننا وبين المعتزلة وبين الجبرية وبين القدرية وبين المجسمة وفرق كثيرة جدا كالتناسخية. من هذه الفرق ما كفرها العلماء، ومنهم من لم يكفرهم العلماء. المهم أن حقيقة إذا رجعنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه اجتهد ببيان المسائل في أدلتها، في بيان مرتبتها، في حكمها، وفي دفع الشبه عنها. والعلماء المتكلمون من أهل الحق يجتهدون كهذا الجهد بالأصول التي جمعوها من كلام الله ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن يأتي بعض الناس فيقول هل النبي قال مثلا كل ممكن يحتاج في وجوده إلى سبب؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم استحالة الترجيح بلا مرجح؟ عندما يتكلم بهذا الكلام بعض الناس الجهلة، لا تأسف ولا تحزن، لكن عندما يتكلم بهذا الكلام من يدرس أصول الفقه، من يدرس علوم اللغة، من يدرس القراءات، من يدرس التفسير، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال الفاعل مرفوع والمفعول منصوب؟ هل النبي قال هذه جملة اسمية وهذه جملة فعلية؟ هذه الأمور، هذه المسائل حقيقة موجودة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء جاءوا وضعوا ألفاظا مناسبة. هل النبي قال هذا عام وهذا خاص، هذا مطلق وهذا مبين، هذا ناسخ وهذا منسوخ؟ هل كان النبي يتكلم بهذه اللهجة التي يتكلم بها الأصوليون الآن؟ أم أن الإمام الشافعي رحمه الله جاء وبين أن هناك حقيقة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من التعميم والتخصيص والتقييد والاستقلال بالأحكام، والشافعي رحمه الله وضع الألفاظ المناسبة لها لغة؟ هل النبي في علم التجويد والقراءات قال هذا مد وهذا إدغام وهذا تفخيم وهذا ترقيق؟ هل النبي كان يعلم الصحابة بهذا الأسلوب، أم كان يلقنهم الكلام تلقينا؟ هل النبي قال هذا فرش الأصول والفرش هذه التي في علم القراءات؟ هل النبي عندما وضع أصول الخبر وإن جاءكم فاسقكم بنبأ فتبينوا، هذه آية، وقال من كذب علي متعمدا، وقال خذوا حذركم، وهذه الآية تعم حتى الأخبار، هل هذه مصطلحات التي في علم الحديث الخبر المتواتر وخبر الأحاد؟ نحن لو رجعنا إلى الشريعة وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قواعد لهذه الأخبار، وضع قواعد لي أو في كلامه وفي كلام العرب قواعد معروفة لغة، وكذلك في أصول الفقه، وكذلك في القراءات. مثال لما تأتي إلى الكتاب ويقول تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا إذا رجعت إلى كلام المتكلمين يقولون مثلا عندنا أصل نشتغل به وهو السبر والتقسيم. السبر والتقسيم في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى حصر الأمر في أمرين وأبطل كلاهما،
قال أم خلقوا من غير شيء؟ هل الحادث يحدث بلا محدث بلا سبب؟ هذه هي المسألة التي يتكلم بها المتكلمون، استحالة وجود الممكن بلا سبب، يعني الممكن في وجوده يفتقر إلى مسبب، ولا يكون هذا الممكن إلا بمسبب. هذه أصول العلماء وضعوا ألفاظا مناسبة لأصول في الكتاب. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل يكون الشيء معلولا لنفسه؟ يعني يقول يكون سبب وجودنا، يكون سبب وجودنا نحن، صرت أنا علة وأوجدت نفسي، هل يكون الشيء معلولا لنفسه؟ فهذا من مباحث العلة والمعلول. بعض الناس يقول لك هل تكلم النبي بهذا؟ عندما العلماء يضعون الفرضيات يقولون نفرض أن الله كان محدودا، ماذا يلزم من ذلك؟ علم الفرضيات في القرآن، قال تبارك وتعالى أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا. فقال العلماء هل كان الله محدودا؟ إذا كان محدودا يلزم من ذلك أن هناك ما يحده. إذا لم يكن محدودا، هل بعد خلق العالم العالم حد الله سبحانه وتعالى إذا قصر وصغر وتغير وطرأ عليه أمر فغير ذاته؟ فالعلماء يفرضون الفرضيات ويضعون، جمعوا الأصول القواعد من الكتاب والسنة، وكل المسائل التي موجودة في الآن في الساحة بيننا وبين المعتزلة، بيننا وبين الشيعة، وبيننا وبين المجسمة، بيننا وبين القرآنيين، الأصول التي وضعها المتكلمون هي أصول استنبطوها وجمعوها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه للمسائل واستدلالاته وبيان مرتبة المسألة ودفع وحكم هذه المسألة ودفع الشبه. كم النبي دفع شبه للمجوس، دفع شبه للملاحدة، دفع شبه للمشركين، دفع شبه للمجوس، دفع شبه للنصارى. فإذا عندما يقال علم الإيمان أو علم الكلام نقصد به هذا المعنى، علم بيان حقيقة المسألة والاستدلال عليها وبيان مرتبتها وبيان حكمها ودفع الشبهة عنها بأصول أهل السنة، أصول أهل الحق. فإن كان المتكلم يتكلم بهذه الأصول التي هي مفروشة في كتب علم التوحيد وكثيرة وواضحة ومعلومة، نقول هذا متكلم يتكلم بلسان أهل الحق، يتكلم بأصول أهل الحق. وإن تكلم بغير هذه الأصول نقول هذا متكلم من متكلمي أهل الباطل كالقرآنيين والشيعة والمجسمة والجبرية والقدرية وغيرهم، أو من النصارى واليهود والمجوس والملاحدة.